المقترح اللي تم تقديمه كيف طلعنا عليه مقترح اللي هو يسميه مقترح حول قبول ممثلي المجتمع المدني في بمجلس نواب الشعب، لكن لقينا اللي هو مقترح لإقصاء كومبليتمون المجتمع المدني من مجلس نواب الشعب. كي نشوفوا المقترح هذا نلقاه في حاجتين فيه على مستوى الجلسات العامة. الجلسات العامة هذه شو قال لك؟ قال لك الجلسات العامة اللي متعلقة بمقترحات القوانين المفتوحة، يعني هذا الجلسات العامة المتعلقة بمسائل الحكومة يعني مش مفتوحة، هذا هو ما حتما فهموه. والحاجة الثانية والأخطر اللي هو شو قال؟ يقول لك الاجتماعات اللجان هي علنية، هذا حسب النظام الداخلي، لكن علنية ايش معناها؟ معناها علنية كما كان الإعلام بالشكل، كما كان الإعلام اللي هو هكيك يكرس مبدأ العلنية. نحن نقولوا الإعلام عنده الحق في الدعاية يدخل، أما نقولوا علنية معناها علنية للمواطن وللمجتمع المدني وللإعلام. أنا الساعة أول حاجة نحب نأسف إني تتنظم ندوة كما هكا يحكم فيها على مجلس نواب الشعب وعلى مساعدة رئيس مكلفة بالمجتمع المدني وما يتمش دعوتي. أنا دريت روحي بنفسي لأنه أنا نشوف إنه ثم مغالطة كثيرة وثم تجني كثير وثم تحريف كثير للحقائق. أنا من واجبي إني رجع إلى هنا. وقت أنا نقول كلمة إقصاء كلمة كبيرة. الوثيقة اللي قدمت لمجلس نواب الشعب هي وثيقة يظهر لي تسربت وموجودة عندكم الكل. اي واحد يلقى فيها كلمه منع مش اقصاء ينجم يحاسبني عليها. شنو هي المعايير اللي تعتمدوها او اللي تعتمدوها لقرار مشاركه المجتمع المدني في جلسات خاصه في جلسه اللجان؟ دوك احنا اجتمعنا مع مجموعه من الجمعيات وقلنا المعايير نعملوها مشتركه، لكن ثم ضوابط احنا قلنا واحنا متفقين على حاجات معايير معناها مشتركه اللي هي مثلا حكينا فيها لكن مازلنا ما خدناش فيها قرار، اللي هو التقرير المالي والادبي لكل جمعيه. اكيد لازم تعرف مصدر معنا تمويل الجمعيات، دونك التقرير المالي والادبي للجمعيه اللي هو النشاط بتاع الاهتمام بتاع الجمعيه. دونك كل جمعيه عندها نشاط معين، يعني ماذا بينا الجمعيه هذيك معناها تتوجه بالمطلب نتاعها للجنه اللي هي في مجال اختصاصها، والمعايير الاخرين قدامهم يعملوا ورقه اللي هي خريطه الطريق واحنا مستعدين معنا نستعينوا بها. الجمعيات عاملين هم اللي عاطيني قائمة الورقة الأولى، ورقة ورقة الطريق الأولى اللي عطاوها لي موجود فيها المعايير هذه. مانيش ضد الحوار، مانيش ضد اللي احنا نحكيو، أما باش يجيو هما يقدموا وثيقة كيما هكيكا ويقولوا اللي هما شاوروا المجتمع المدني مش صحيح، ما تمت حتى مبادرة من عندهم هما. البادرة اللي احنا تلاقينا معاهم وحكينا معاهم على الوثيقة هذه لكن كان ببادرة من المجتمع المدني اللي هو كي طلع على الوثيقة هذه يعني تفجعنا. احنا قلنا شنو هذايا؟ معناها شنو النية اللي وراه هذا؟ مش احنا نقروا، ما قلتش نقروا، اكيد معناها مش نعملوا لجنه اللي هي متكونه مني انا كمساعده رئيس مكلف بالمجتمع المدني والعلاقه مع المواطن مع اداريين في المجلس عندهم الخبره وعندهم الدرايه معناها بالمجال هذا، لانه احنا بخلاف معناها اكيد احنا كاعضاء مجلس نواب نتوافدوا على المجلس، لكن ثم ناس اداريين عندهم الخبره وعندهم علاقه معناها من سنوات بالمنظمات هذه وبالجمعيات هذه مع ممثلي الجمعيات اللي طالبه معناها اللي طالبه الحضور. هو بالنسبه لينا ما ثمش ما عندهمش الحق يقروا والا ما يقروش، كما احنا في تونس عندنا انشاء جمعيه هو الي ديكلاراتيف، ما ثمش يعني ما ثمش موافقه معناها ما ثمش زاده مراقبه قبليه تتم. احنا هذا بالنسبه لينا شيء واضح، ما ثمش المجلس علاش هو يقرر شكون يدخل وشكون ما يدخلش، كان فما دي كريتير راه لازم تكون مطابقه لقانون الجمعيات، ما ليش باش يطلبوا حاجه اكثر من قانون الجمعيات، ويكون زاده بتشاور من المجتمع المدني اللي هو جو بونس عنده ان نيفو دو ماتوريتي ينجم اليوم يعرف شنو هما لي كريتير اللي ينجم يتطبقوا عليه، مش على المجلس اللي هو يجيب شي باراشوت نابورت كيل كريتير ويقول انا نختار شكون يدخل شكون ما يدخلش. ثم مينيموم تنجمش، انت لازمك تعرف مصدر تمويل الجمعيه، يا اخي مش تحط اي جمعيه، لازمك تعرف ابسط الاشياء معناها نتاع الجمعيه، لازمك تعرف نشاطها، لانه لو كان مش تفتح الجمعيات الكل يحضروا في لجنه واحده لهنا ما عادش الفضاءات تتزز. اليوم يحضر واحد وغدوه يحضر واحد، وربما مطلوب منا وانه نعطيه نسخه من بطاقه التعريف نتاعنا كيف ما يقلقناش. هذه معايير موضوعيه ومعقوله لتنظيم العلاقه بين المجلس وبين اما المهم وانه ما يتمش الموافقه على حضور جمعيات دون اخرى. والان في اطار الطبخه السياسيه الموجوده والاجواء السياسيه الجديده هناك اراده للتضييق على المجتمع المدني ودفعه الى اختيار، يا اما يحافظ على استقلاليته في نقده للسلطه القائمه والاوضاع القائمه،
يا إما سيكون مجبر على قبول التضييقات التي ستفرض عليه. احنا اليوم نطلب من المجلس ومن رئيس المجلس خاصة اللي هو يوضح بصفة واضحة اللي مبدأ العلنية ومبدأ حضور المجتمع المدني ما فيش تراجع وفي حتى نقاش، واحنا بيان سور مستعدين وقدمنا مقترحات ونجم نقدموا اكثر مقترحات اخرى للتنظيم، كان هي مشكلة لوجستية ما ثم حتى مشكلة اون بو تروفي توجور دي سوليسيون على لوجيستيك.